اقول لك على حاجه غريبه حصلت لي. قبل ما اشتغل في الغوص كنت واقف مع واحد صاحبي في القرافه، تمام، لقيت عضمايه رميتها فوق السطح، حاجه خرستني ما اتكلمش. يا لما رميت، والله العظيم زي ما بقول لك كده، لما رميتها فوق السطح دراعي ليلتها ده النص ده وقف. اجي تاني يوم اتسرح الاقي ايدي بتنزل كده. فقعدت شهر اروح لدكاتره واروح هنا ومفيش، الاشاعات ما فيهاش. فخالي الله يرحمه بقى بيقول لي انت عملت ايه في القرافه؟ ايه اللي حصل لك؟ عملته ده كان في ناس تعمل قصعيه وبرجله يدب على الميتين، بقت رجله كل سنه تورم. قال له، قلت له تورم ده حصل مني كذا كذا. قال لي تجيبها وتقرا عليها الفاتحه وتخلي اي حد يقرا عليها. جبتها لقيتها مطرحها، جبتها بالعافيه وحطيتها مطرحها بايدي الشمال دي كده وردمت عليها وقريت عليها الفاتحه. نفس الليله اول ما بدا النص ده فك. يا والله العظيم. ومالهاش تفسير ولا؟ مالهاش تفسير. ورحت الدكاتره عملت اشاعات وبقيت اقول للدكتور، انا رحت للمركز اللي هو ورا العجوزه في مركز وراها. بقول له يا دكتور يعني انا بحط ميه سخنه وكده. قال لي هو الاشاعات ما فيهاش حاجه. انت ما فيكش حاجه؟ ما فيكش حاجه. هي القصه. لما القصه دي طرحت عليا من خيالي فرحت قايل له. قال لي جيبها واقرا عليها. ان هو برضه اللي كان بيعمل القصعيه ده ورجله بقت تورم كل سنه، قالوا له روح اقرا عليهم الفاتحه. قول لهم سامحوني. اللي بيقول لك الناس دي خلاص ما بتحسش بحاجه. دي من التسعينات الحاجه دي. بيحس. وما انساهاش ابدا. طبعا. الراجل لو في ناس معايا وفي ميت وناس تعرفني ويقول لي انزل ادفن، اخاف قوي من اي عضمايه لازم تشال بشويه شويه سمي وانت بتنقلها. او الجثمان اللي هيتنقل عشان حد هيدفن مطرحه لازم يتنقل بالراحه ويستاذنه ويقرا الفاتحه. لازم. لازم. ده عملي. انا كل ده انا خلي بالك انا مش معايا شهاده. والله العظيم. لا بس انت معاك احلى شهاده. هي بقى في انت انا في ناس انت بتقابل الانسان قبل في المرحله الاخيره خلاص. سبحان الله ربنا الأخيرة. بقى خصص خلاني الواحد عشان يدفن معاهم وعشان يرسم معاهم. يعني في ناس تقول لي والدك في الشغل، اقول له لا. هي الخلان. خلاني لان احنا كنا قاعدين معاهم هنا. هم اصلا تربيه وحانوتيه وكانوا في عابدين. فهم وكانوا انا ليا خال مغسل السادات وجمال عبد الناصر والناس دي.